تحياتي ليك وتحياتي كل الناس اللي شاهدني في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ان شاء الله باذن الله مكملين معاكم في معلومات طبيه مفيده جدا. زي ما قلت لكم القناه بتاعتنا مختلفه عن كل القنوات، بتكلم في كل حاجه في مجال الصحه ومجال الدواء، مشاكل اسريه، مشاكل نفسيه، كل ما تتخيلوا، مشاكل الاسنان مع دكتور احمد دكتور اسنان معاكم، يعني حاجات كتير. دكتور محمد من امريكا بيكلمنا في مشاكل زوجيه، مشاكل نفسيه، طب اسره، كل حاجه. قناة مختلفة عن كل القنوات الطبية لو انت هتتابع معانا ان شاء الله باذن الله. عجبتك الفيديوهات اعمل لنا لايك واشترك معانا في القناة، ان شاء الله باذن الله القناة تعجبكم. هكلمكم كده عن حاجة غايبة عن ناس كتير، غايبة عن ناس كتير، وبيجوا بعد كده يشتكوا. تيجي بقى تقول لك انا ابني ما بيطولش، ابني عنده انيميا، ابني عنده مشاكل تغذية، سوء تغذية، سوء هضم. طب احنا ما اهتمناش بالطفل؟ انا ما جيش بقى بعد ما حصلت المشكله ارجع اقول ان انا كنت يعني مقصر او كده. انت كنت مقصر. تعال نعرف التقصير بيبدا منين. التقصير بيبدا من قبل ما الطفل ينزل الحياه. ازاي؟ انت بتكلم جد؟ بتكلم جد. انت انا اعرف يعني سيدات كتير ما تبقاش عارفه اللي هي حامل بعد 4 شهور. والله اعرف يعني كده، يعني بيجي لنا ناس صيدليه كده تقول لك انا بقالي 4 شهور البيريود ما جاتش، عملت اختبار طلعت ان انا حامل. ما بيحصلش غير عندنا هنا في مصر. طبعا ده قله توعيه. فاحنا هنعمل ايه؟ انا هقول لك بقى، انت كنت مقصره، لان التغذيه للطفل بتبدا من الفتره دي قبل ما الطفل يجي الحياه. ازاي يا دكتور؟ انت مفروض قبل ما يحصل حمل اصلا ب3 شهور تاخدي فوليك اسيد. اول 3 شهور من الحمل الفوليك اسيد ضروري جدا 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 لاطفالنا، بيمنع تشوهات الجنين والعمود الفقري. ما دي يا جماعه حاجه اساسيه في بناء العظام. انت لما تاخدي فوليك اسيد، ولسه كمان دراسات طالعه حديثه بتفيد ان الفوليك اسيد بيمنع تكاثر الفيروس. يعني كمان احنا كده فدنا الطفل في كل حاجه. بدايه، اول نقطه في بدايه النمو للطفل هي الام. اول 3 شهور الفوليك اسيد ضروري جدا جدا لبناء نمو الطفل. بعد كده هيمنع تشوهات العمود الفقري، هيجي لنا طفل سليم، هنعرف نغذيه كويس. خلال فترة بقى الحمل التانية احنا اهم حاجة ناخد الفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده هو اللي هيفيدنا للطفل. بقيت بقى الفيتامينات الطفل هياخدها من جسم الام، ملناش دعوة بقى بالام اهتمت او ما اهتمتش. يبقى كده انت بدأتي في مرحلة النمو لطفلك قبل ما يجي الحياة. ابنك بقى نزل، حصلت ولادة الحمد لله وتمام التمام، وعملت السبوع وظبطت الدنيا وعملت كروت ووزعته. بصوا بقى في دروب نقط اساسي، فيتامين د ده اساسي لنمو العظام. هتاخد لي 4 نقط للمولود لمده سنه، بعد سنه 6 نقط. تمام كده؟ تمام. ده فيتامين د. طيب الحديد نقط بيتاخد من 6 شهور للطفل المولود. 6 شهور بيتاخد من اول 6 شهور. طبعا الطفل مبقاش محتاج حديد طبعا. بنعتمد على الرضاعه الطبيعيه، دي بتمد الجسم كل المعادن. هنبدا ندي الحديد احتياطي عشان ما يحصلش انيميا بعد كده، والناس بتيجي بقى تقول لنا اطفالنا انيميا شديده. من 6 شهور هتديله ال5 نقط بتوعنا لغايه اما يكمل السنه. بعد كده هنتابع بالتحاليل باذن الله. الطفل اتولد خلاص بقى، عدى اهوت مرحله الفيتامين د والحديد. بنبدا ندي فيتامين ب. فيتامين ب من احسن المعادن، فيتامين ب الموجود في الحليب والفواكه والخوخ. الاطفال بقى يعني تغذيه الحليب ده اساسي، اللبن ده اساسي للطفل، منتجات الالبان دي اساسيه للطفل عشان خاطر النمو والنظر كمان. احنا زي ما انتم شايفين كده هنبدا الحاجات ديت للطفل، وتغذيه سليمه، تحاليل بعد كده ممكن نعملها زي الاسطول لو الطفل عنده لا قدر الله اميبا، ديدان، سوء هضم، كل ده بيتظبط. محدش يقلق، انا مش عايز الناس تقلق وتبقى مستعجله على نمو اطفالها كده والطفل ما بيطولش. الطفل يعني ليه ان شاء الله باذن الله مرحله النمو هنتكلم عليها بعد كده، بس اهم حاجه تفيدنا دلوقتي التغذيه السليمه.
التغذية السليمة حاجة مهمة جدا لنمو الأطفال، وزي ما انت شفت في الفيديو بتبدأ من قبل مجيء الطفل إلى الحياة. فوليك أسيد، بعد كده الفيدروب، بعد كده نقط الحديد من سن 6 شهور، بعد كده فيتامين ب بندخله معانا في مجموعة النمو. في عندنا بقى معادن، احنا قلنا زي الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك تخش معانا برضو. في طبعا الدهون اللي موجودة، احنا بنقول عليها مجازن فيتامين ب اللي هي موجودة في السمك والفسفور والحاجات دي كلها مهمة جدا في نمو الأطفال. خلي بالنا بقى ونركز عشان خاطر الفيديو ده هيفيد ناس كتير. لو عجب الفيديو اعمل لايك، اشترك معانا. ديدان، سوء هضم، كل ده بيتظبط، محدش يقلق. انا مش عايز الناس تقلق وتبقى مستعجله على نمو اطفالها كده والطفل ما بيطولش. الطفل يعني ليه ان شاء الله باذن الله مرحله النمو هنتكلم عليها بعد كده، بس اهم حاجه هتفيدنا دلوقتي التغذيه السليمه. التغذيه السليمه حاجه مهمه جدا لنمو الاطفال، وزي ما انت شفت في الفيديو بتبدا من قبل مجيء الطفل الى الحياه. فوليك اسيد، بعد كده الفيدروب، بعد كده نقط الحديد من سن 6 شهور، بعد كده فيتامين ب بندخله معانا في مجموعه النمو. في عندنا بقى معادن، احنا قلنا زي الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك تخش معانا برضو. في طبعا الدهون اللي موجوده، احنا بنقول عليها مجازن فيتامين ب اللي هي موجوده في السمك والفسفور والحاجات دي كلها مهمه جدا في نمو الاطفال. خلي بالنا بقى ونركز عشان خاطر الفيديو ده هيفيد ناس كتير. لو عجب الفيديو اعمل لايك، اشترك معانا في القناة. دلوقتي زي ما انتم شايفين القناة والله مختلفة عن كل القنوات الطبية. انا شاهدت كل القنوات الطبية، وده اللي خلاني اطلع في وسائل التواصل الاجتماعي، لان انا مش مقتنع بالقنوات الطبية اللي انا شايفها. كل واحد بيتكلم بحس اللي هو بيعمل دعاية لمنتج، مش بيتكلم كمعلومة طبية. لا، انا حاسس اللي هو بيطلع يقول لك المنتج دوت استخدمه، المنتج ده جميل جدا، وهو بيبقى واخد طبعا من الشركه اللازم. طيب احنا مش هنتكلم في المواضيع دي، احنا اهم حاجه عندنا انت بقى هتتفرج علينا، تكتب لنا مشكلتك الصحيه او الطبيه في تعليق، واحنا هنقوم بعمل الفيديو ان شاء الله باذن الله اللي هيناسب المشكله الطبيه اللي عندك. ان شاء الله باذن الله مكملين معاكم، وما تنساش اللايك والتعليقات والاشتراك في القناه. كل دوت هيفيد القناه وهيرفع من القناة، وهيخلي الناس كتيرة تشوفنا في وسائل التواصل الاجتماعي. ان شاء الله بإذن الله كل يوم هنزل لكم فيديو بمعلومة طبية هتلاقيها مختلفة جدا عن بقية القنوات اللي موجودة، وان شاء الله التميز هو اللي هيفرق بيننا وبين القنوات التانية. تابعونا ان شاء الله بإذن الله هنفيدكم. معاكم دكتور حسام، اتفرجوا على الفيديو بقى عشان خاطر تستمتعوا بالمعلومة الطبية بتاعت النهاردة.